الكثير من السيدات يجدن عملية الولادة الطبيعية مؤلمة وغير مريحة. هناك الكثير من الطرق لتخفيف آلام المخاض. الإبيديورال أو السباينال تعتبر من أكثر الطرق كفاءة لتخفيف الألم، ولأنهما يعتبران من الطرق المعقدة لتخفيف الآلام، يقوم بوضعهما طبيب متخصص في تخفيف الألم وهو طبيب التخدير. هناك طبيب تخدير متواجد في عنبر الولادة 24 ساعة يوميا. ما هي الإبيديورال؟ هي نوع من الحقن تمكن طبيب التخدير من وضع مخدر الألم حول الأعصاب من النخاع الشوكي في أسفل الظهر، مما يمنع إشارة الألم في الأعصاب. القصد من الإبيديورال هو منع آلام المخاط مع إمكان المحافظة على انقباضات الرحم والضغط طبيعيا. القابلة الطبية ستقوم بمراقبة جنينك خلال المخاط بجهاز CTG. الإبيديورال لا يوفر تخديرا فوريا، والمهم لك أن تعرفي أنه قد يأخذ 20 دقيقة لوضعه، وبعد وضعه 20 دقيقة حتى يكون فعالا. في حالات خاصة عند قرب الوضوع مثلا، قد يعرض عليك حقنة الإسباينال لأنها أسرع في تخفيف الألم، بينما الإبيديورال يعطينا فائدة التكرار بدون أن تحتاجي لأي حقن إضافية. حقنة وريدية ستوضع في وريد في يدك، يمكننا من إعطائك سوائل خلال عملية الولادة ليحميك من الجفاف. ستجلسك القابلة الطبية في جانب السرير، أو ستقوم بوضعك على جنبك حتى تضع نوع من المعقم على ظهرك، وستشعرين بالبرد عندما يلامس المعقم ظهرك. الانحناء إلى الأمام مهم جدا، ويساعد طبيب التخدير لتحديد مكان وضع الإبيديورال. سيقوم طبيب التخدير بحقن مخدر موضعي في الجلد في أسفل الظهر. سيؤلم للحظات، ولكنه سيخدر الجلد موضعيا، ويمكنه من وضع الإبيديورال بدون أي ألم إضافي. الحفاظ عليك وعلى طفلك من الأولويات المهمة، لذلك سيطلب طبيب التخدير أن تحافظي على وضعك حتى يقوم بوضع الإبيديورال. إذا أحسست بآلام الوضوء يجب أن تخبريه حتى يتوقف ليمر الألم، ثم يواصل وضع الإبيديورال. سوف تحسين بالضغط والدفع، هذا طبيعي، ولكن إذا أحسست بألم أو تنميل أخبريه فورا. متى ما تمكن من وضع أنبوب الإبيديورال في مكانه الصحيح، سيخرج الإبرة من الظهر ويبقيه حتى يولد الجنين. هذا الأنبوب يمكن معطاء جرعة أخرى من التخدير على فترات متكررة على مدى عملية الولادة، لذلك يجب أن تخبر القابلة الطبية عندما تحتاجين لجرعة جديدة. قابلتك الطبية ستأخذ ضغط الدم تكرارا عند كل جرعة. بعض النساء يرغبن بالشعور بعملية الولادة، لذلك يمكنك تحديد آخر جرعة قبل عملية الولادة بالاتفاق مع قابلتك الطبية. طبيب التخدير موجود ويعمل كل جهده ليكون متوفرا عند رغبتك في الإبيديورال، لكن عنبر الولادة قد يكون مزدحما، فقد يطلب منك الانتظار قليلا ليتم أولويات عمله قبل أن يتمكن من وضع إبيديورال لك. من يمكن ولا يمكن لهم أخذ الإبيديورال؟ معظم النساء يمكن لهم وضع الإبيديورال إلا في حالات مرضية خاصة، مثلا عملية جراحية في الظهر، مشكلة في النخاع الشوكي الظهري، مشكلة في تجلط الدم. وإذا كان وزن المرأة زائدا يمكن أن يكون وضع الإبيديورال صعبا وطويلا. ما هي مخاطر الإبيديورال؟ الإبيديورال عادة آمنة جدا،
وكثير من النساء توضع لهم كل سنة، ولكن يجب أن تتعرفي على بعض مخاطره أو مشاكله. واحدة منها إنه يمكن أن لا يعمل، وإذا حدث ذلك يمكننا أن نحاوله مرة أخرى أو توضع حقنة السباينال معه لنوفر لك طريقة أسرع لتخفيف الألم. مشكلة أخرى هي انخفاض ضغط الدم أو الإقياء والحكة. في واحد من كل 100 إبيدورال يمكن أن يصيبك صداع قوي بعد الإبيدورال يخف لوحده، ولكن بعض النساء يحتاجن لمزيد من العلاجات. مشكلة أخرى إصابة العصب مما يسبب لك ضعف أو مساحة مخدرة في الرجل. كثير من النساء يقلقن من إمكانية الشلل، ولكن هذا نادر للغاية، وكذلك الخمج وتجلط الدم في الظهر. وأمر آخر يقلق هو الألم المزمن في الظهر بعد الإبيديورال. الألم ممكن بعد الولادة ويستمر لفترة بعدها، ولكن ليس بسبب الإبيديورال. إذا احتجت لعملية قيصرية يمكننا استخدام الإبيديورال لحقن مخدر موضعي قوي وقصير الأمد للعملية القيصرية. إذا لم يكن يعمل الإبيديورال جيدا خلال الولادة، طبيب التخدير قد يخرجه ويعطيك حقنة السباينال بدلا منه، وهي أكثر أمنا من التخدير العام، وطبيب التخدير سيرافقك طوال العملية الجراحية. القابلة الطبية يمكنها أن تدبر لك مترجما عبر الهاتف إذا كان لديك أي سؤال.